كنا بنتكلم عن هنا فكرة يعني التأخير في إحراز الأهداف، نقدر نقول كنقطة أولى. والنقطة التانية برضو في فرص سهلة بتضيع وآخرتها. دي مشكلة كبيرة ممكن يعني ما تقابلهاش أو ما تحسيش بيها قوي في المباريات اللي هي متوسطة مع فرق متوسطة، إنك مرة بيجيلك فرصة مرة واثنين وثلاثة وأربعة فماشي الحال. إنما مع المباريات القوية والفرق القوية الماتش بيخلص بفرصة أو اثنين لازم أستغلها. فدي لازم برضو من الحاجات اللي لازم يركز عليها موسيماني خلال الفترة الجاية. في برضو حتة صغيرة كده منزل بقى التهديف، يعني الفينشينج أصلا في مشكلة، في مشكلة كبيرة. وبعدين يعني احنا شفنا اللعيبة التدعيمات الأخيرة، يعني في بعضهم نزلوا من أول فرصة ظهر بمستوى كويس. أنا حسام حسن ماتش سوبر والماتش بتاع امبارح ما حسيتش منه بالأداء المطلوب. وارد ان هو يكون لسه مش موفق او لسه مفيش انسجام، انما الإصرار في الملعب مهم قوي. يعني انا شفته في الماتشين ان هو جري وكده ليزي شويه وكره جيله انا ما بقيموش بس انا عايز اقول له بس حاجه، عايز بس اقول له حاجه ان انت كنت راجل بتلعب في فرقتك وراجل هداف وهداف الدوري في النادي الاهلي، الوضع مختلف في النادي الاهلي. انت مش هتيجي تلعب اساسي مره واحده لان انت في المكان لعيب كويس قوي اسمه محمد شريف وبيلعب منتخب مصر، فلازم ابقى متقبل الموضوع ده وادوس. وانت لعيب كويس يعني ادوس وابذل جهد كبير قوي عشان اقدر احط رجلي. ده اللي عمله مع الفرق طبعا ميكاسوني، ان هو من اول ما حط رجله في ارضيه الملعب ما تقدرش تتهمه بالتخاذل او بالتكاسل. لا خالص، امبارح احمد عبد القادر اول مباراه مع النادي الاهلي شفناه في انطلاقات ولعب وسدد على يعني عارف اللعيب ممكن ما يكونش موفق بس يحسسك ان هو عايز، انما الحركه شويه كان ما هو لازم يبقى عايز، ده جاي النادي الاهلي ولسه جديد بالظبط كده، يعني المفروض يبصم زي ما بيقولوا كده باللهجه الشعبيه من اول ما يحط رجله في ارضيه. وبعدين في حاجه كريم، اللعيبه اللي هي جايه من بره مش ولاد النادي الاهلي لازم يعرفوا ان النادي الاهلي اللي في الملعب واللي قاعد بره واحد. ولازم هتجيلك الفرصه من كتر المباريات اللي هياخدها النادي الاهلي في جميع البطولات، لازم هتجيلك الفرصه. بس الشطاره بقى لما تجيلك الفرصه اقفش فيها طبعا وخليك على مستوى طبعا النادي الاهلي. ومع هذا حضرتك شايف ان التدعيمات اللي استجدت مؤخرا وعوده المعارين دول ممكن يعملوا فرق كبير في الشكل اكيد الفترة الجاية. لان في حسينا من السنه اللي فاتت ان في بعض المباريات كان فيها نقص لعيبه نتيجه الاصابه وكورونا و دلوقتي في البديل، يعني كان في قبل كده اماكن ما فيهاش بديل، دلوقتي كل مكان فيه الاساسي والبديل الكفء بتاعه. فدي حاجه تحسب طبعا اولا لمجلس الاداره، ثانيا برضو للجهاز الفني لان طبعا دي رؤيه برضو جهاز فني.